بنصبح على حضراتكم مره تانيه، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشماليه وحار على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في اول الليل، مائل للبروده في اخره على كافه الانحاء. والنهارده كمان في فرص امطار خفيفه الى متوسطه على شمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه، وامطار خفيفه على السواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء. في كمان الصبح شبوره مائيه على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير كمان على كل الساده المشاهدين. حابين نطمن من حضرتك عن اخبار الطقس النهارده، وهل فعلا في زياده في فرص سقوط الامطار خلال الساعات القادمه، والاماكن كمان المحتمل فيها السقوط؟ بالفعل معظم المناطق المطله على البحر المتوسط تتعرض لزياده وفي فرص وكميات الامطار، لان هم بيتاثروا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فده بدوره هيؤدي لزياده وفرص كميات الامطار خاصه في السواحل الشماليه الغربيه عند مطروح والتلوم والعلمين والاسكندريه، فرص امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه. ايضا فرص الامطار هتمتد لمحافظات شمال الوجه البحري، البحيره كفر الشيخ الدقهليه، امطار خفيفه متوسطه، هتمتد ايضا امطار خفيفه لبعض المناطق من سواحلنا الشماليه الشرقيه، بالاضافه كمان ان اليوم هيستمر انخفاض درجات الحراره وخاصه خلال فترات الليل والصباح الباكر، في انخفاض طفيف في درجات الحراره الصغرى هتوصل ل 19 و20 درجه مئويه خلال فترات الليل. الاجواء خلال فترات النهار مع سطوع اشعه الشمس هتكون اجواء يعني من مائله للحراره المعتدله الحراره على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ايضا سواحلنا الشماليه وحتى محافظات شمال الصعيد، حر على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر الاجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه، زي ما بنوه ان احنا مستمرين في انخفاض درجات الحراره، وهيكون في انخفاض اخر في درجات الحراره خلال الايام القادمه، مع استمرار طبعا زياده كميات الامطار اللي هتختلف من يوم ليوم، لان غدا الامطار هتكون امطار متوسطه على المناطق الساحليه وشمال الوجه البحري. فرص الامطار هتفضل معانا لحد يوم الاربعاء ان شاء الله مع استمرار انخفاض درجات الحراره. الشبوره المائيه هتتكون يعني في الصباح الباكر والساعات المتاخره من اليوم، يعني في الساعات المتاخره من الليل انا اسفه معاكي، فطبعا هيكون الشبوره اليوم وغدا ان شاء الله، وبتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه. مهم أيوة جدا قائد المركبات والمسافرين على الطرق ناخد بالنا من ظهور الشبوره المائيه، لانها بتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه خاصه خلال ساعات الليل المتاخره. يمكن حضرتك من يومين قلت لي ان انخفاض درجات الحراره هيكون مستمر خلال الفتره اللي جايه حتى نهايه الاسبوع، ده صحيح يا فندم؟ بالفعل انخفاض درجات الحراره هيستمر معانا على مدار يعني هذا الاسبوع، يمكن كمان لمقطع الاسبوع القادم، وهيكون ملحوظ اكثر خلال فترات الليل، يمكن كمان مع يوم الثلاث والاربع العظمى على القاهره الكبرى هتوصل ل 25 درجه مئويه خلال فترات النهار، خلال فترات الليل هتوصل ل 18 و19 درجه مئويه. طيب الشبوره مكمله الايام اللي جايه ولا هتبدا تختفي مع انخفاض درجات الحراره؟ يعني هي الشبوره المائيه هتكون معانا اليوم ان شاء الله وغدا كمان، لكن مع يوم الاربع والخميس هتبدا الشبوره المائيه في التلاشي، لان هيبقى تاثر علينا كتل هوائيه مختلفه وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لكن هتعود مره اخرى في الظهور مع نهايات الاسبوع ومطلع الاسبوع القادم، فوجود الشبوره المائيه هيختلف من يوم ليوم. طيب بالنسبة للملاحة البحرية، لأن حضرتك كنت بتقولي إن في يعني فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية من خفيفة إلى متوسطة، حالة الملاحة البحرية إيه خلال اليومين الجايين؟ هو طبعا رغم ان في يعني اضطراب في الحاله الجويه على المناطق الساحليه، لكن الملاحه البحريه الحمد لله معتدله على البحرين الاحمر والمتوسط، ارتفاع الامواج لا يتجاوز 2 متر على البحرين والبحرين الاحمر والمتوسط، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو مركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على المتابعة اليومية معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتعرف معاكم على درجات الحرارة المتوقعة النهارده. هنبدأها معاكم من القاهرة والعظمى 27، الصغرى 20، العاصمة الإدارية العظمى 27-20، الإسكندرية 26-20، العلمين الجديدة 26-19، مطروح 24-16، دمياط 26-20، بورسعيد 26-20، الإسماعيلية 28-19، السويس 27-20، العريش 27-20، كاترين 22-11،
طابة 26-20، حلايب 29-23، 30-31-22، شرم الشيخ 30-23، الغردقة 30-22، الفيوم 28-18، بني سويف 28-17، الوادي الجديد 29-16، أسيوط 28-16، سوهاج 29-18، قنا 30-19، الأقصر 31-19، وأخيرا أسوان 31-19. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الجو النهاردة، ويعني هيبقى فيه انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بإذن الله، بس عايزين نأكد على ارتداء الملابس الثقيلة في الساعات المتأخرة من الليل علشان اختلاف درجات الحرارة بين النهار وبالليل. هرجع مرة تانية لجمال عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. بشكرك يا دينا، شكرا جزيلا.